السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنشاء جيل رباني صاحب قيادة هذه مهمة عظيمة تولّيناها نحن كقسم التربية الإسلامية، فتم اختيار طالباتنا الصف 11 رأينا فيهم روح القيادة واتفقنا معهم على إنجاز هذه الحملة، وهي حتى يكون لهم جانب كبير في السيرة النبوية من حيث دراستها والتعمق فيها. فكان السبيل إلى ذلك أن يتم تدريس هذه المادة لطالبات الصف الرابع والخامس والسادس. بدأنا حملتنا في تاريخ 17 فبراير 2019 ومن خططنا أن نكملها العام القادم بإذن الله. شعار حملتنا هي أصلح نفسك وادعو غيرك ودع القافلة تسير. لسنا بالأفضل ولكن نسعى لإصلاح أنفسنا وبنفس الوقت ندعو غيرنا نشر الخير. الهدف من الحملة ترك بصمة خير من طيبات الصف 11 في المكان الذي أكملنا فيه التحصيل الأكاديمي. ثانيا تربية قائدات على نهج يحب الله تعالى ويرضاه وربط اتجاهاته ومشاعره بما يرضي الله ورسوله. ثالثا صناعة قائدات يحملن هم الدعوة ونشر الخير. رابعا خلق رابطة الألفة والمحبة بين المراحل الابتدائية والثانوية وتنمية روح المسؤولية والعمل بروح الفريق، ومع ذلك نشر الخير اللي حولنا، ونسوي هاي كلها بطريقة تربوية، وبهالطريقة نحصل على خيرين، خير غرس الخير فينا وخير غرس الخير في الغير. نذهب فيه إلى الصفوف المحددة لتوصيل بعض القيم والمثل الإسلامية بطرق محببة تناسب المرحلة العمرية، بعد أن ندرسها ونبحث عنها ونعرف تماماً علاقتها بديننا الحنيف وتمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته بها، ليكون لنا ولغيرنا نهجا نسير به ونكون سببا في تحقيق الخير والتمكين لأمتنا. وكذلك لتعميق العمل ورفع روح التواصل فيما بيننا، تم إتاحة الفرصة لنا في يوم يناسب خروجنا فيه إلى منطقة الملعب في وقت البريك الخاص بالمرحلة الابتدائية لتنفيذ بعض الألعاب الهادفة التي تحقق ذلك التواصل وتخدم الحملة. الحملة اكسرت فينا حاجز وحاجز الثقة، كل واحدة فينا زادت ثقتها بنفسها. مثل ما قلت سجنهم أطفال، بس دائما التغيير إذا بيبدأ مثل ما مزدانة دائما تقول لنا يبدأ بمجرد خطوة ومن ثم تتكاثر الخطوات. فالحمد لله خذوا الموضوع بناحية ودية، كلش ما حسوا إنه شيء إجباري وإن إحنا لازم نحفظ لازم نتعلم، فهالشيء خلاهم يتعاملون معنا بطريقة سلسة أكثر. تعاملنا معهم بالذات إنهم ثلاث مراحل مختلفة كان في البداية صعب، لأن في بنات ما يعرفون يتعاملون مع مثلاً صغار في السن وغير عن مثلاً رابع وسادس، يختلف التعامل معهم. بس بعد فترة صرنا نعرف نحدد كل فئة شلون نتعامل معها. إحنا كبنات 11 وايد استفدنا من الحملة، أثرت فينا من ناحيتين، من ناحية إن إحنا تعلمنا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إحنا أصلاً ما كنا نعرفها من قبل. أنا فاطمة العمادي من صف 5C. أنا نورة سليمان من صف 5C. لقد سعدنا معكم كثيراً واستفدنا من حملة نمضي في حب النبي بوجود الطالبات الصف 11. وقد ظهرت استفادتنا من حملة نمضي في حب النبي في تطبيق ما تعلمنا في مدرستنا، فشكراً للأستاذة دانية ولفريقها المتميز. أوقاتنا الأحد مع طالبات الصف 5C ويكون في وقت بريك الثانوي، اجتماع القائدات الحصة 5 في حصة اللغة العربية، وقد اتيح لنا ذلك بسبب الانتهاء من مقرر المادة وتغطية الأهداف التعليمية المطلوبة. أما الأثنين فهي الحصة الأولى ولدينا كذلك حصة عربي، واتيح لنا الخروج بحيث نكون مع طالبات صف 6D و4F. وجدت الأثر الكبير سواء للطالبات الصف 11 أو للطالبات المرحلة الابتدائية بالإقبال على تعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق القيم بشتى صورها. وجدت الشغف عند طالبات الصف 11 في إثبات هذا الشيء والالتزام فيه من ناحية الحملة أو من مجالات الحياة الأخرى، سواء بالتعامل أو بالدراسة أو حتى بعلاقاتنا مع بعض. ومن الجدير بالذكر أنه طالبات الصف الرابع كما قالت معلمة التربية الإسلامية أنها وجدت اختلاف كبير في أسلوبهم وفي طريقة تعاملهم حتى من الناحية الأكاديمية من بدء الحملة وما بعد ذلك. فهذا دليل على أنه الأثر اللي كنا إحنا نتمنينه بفضل الله عز وجل تم وصوله سواء لطالبات الصف 11 أو للمرحلة الابتدائية. قيم كبرى لما نعليها تعلينا.